أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللہ آپ سے راضی ہو. آپ سے بھی. یہ ہر رات سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اے جب غلط پڑھتا تھا تو میری بھی سرزنش کرتے تھے. یہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے. ہاں مجھے یاد ہے جب تم پڑھا کرتے تھے اور سوالوں کے صحیح جواب دیتے تھے. بابا کو فخر ہوتا تھا تم پر. ہمیں آج بھی فخر ہے. لیکن بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے. کارا عثمان کہا کرتے تھے. میں بھی تم سے پیار کرتا تھا. پھر سے ویسے ہو جائے. پھر سے پیار ہونا چاہیے میرے بھائی. ماشاءاللہ میرے بھائیوں.
मेरे बेटो, तुम लोगों ने मेरा दिल रुला दिया, लेकिन क्या हो जाता अगर यही अल्फाज तुम लोग इनकी जिंदगी में कह देते। तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता।